اولا وقبل بادئ الابات نشكر وسائل التواصل الاجتماعي اللي حضرت معنا في هذه الوقفه التضامنيه مع رجال الدرك اللي تم الاعتقال ديالهم اثر النازله اللي عرفتها مدينه الدرواق، لما انتقلوا الدركيين بعد توصل بشكايه من احدى السيدات اللي كتشتكي بانه تم اختطاف ديال السياره ديالها وداخل السياره كاين الابن ديالها، فاللي خلاهم ينتقلوا على وجه السرعه وفي واحد الظرف وجيز تم العثور على السياره وداخلها المجرمين والابن. فلما حاولوا الاعتقال ديالهم تلقوا مواجهه شرسه من طرف المجرمين باستعمال السلاح الابيض عباره عن ساطور، مما استدعى الدركي الى استعمال سلاحه اللي ادى بوفاة أحد المجرمين في عين المكان. وهذا النازلة وهذا الاعتقال بهذه السرعة خلق واحد الارتياح لدى الساكنة ديال مدينة الدرواق، إلا أنه بعد يومين ثلاثة أيام كنسمعوا عبر طريق وسائل التواصل الاجتماعي بأن الدركيين اللي قاموا بالواجب ديالهم في حالة اعتقال وهم رهن البحث وربما سيتم الحكم عليهم بالسجن. لهذا مع الاخوان ديالنا المجتمع المدني والجمعيات الحقوقيه قررنا باش نوقفوا في هذه التظاهره امام الدرك ديال الدرواق لنودد ونشجب بهذا الاعتقال التعسفي، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من هذا المنبر ديال الاشطاري كنشكر الاخوان الصحفيين ولا المصورين ولا المراسلين على التغطيه اللي داروا في هذه الوقفه التضامنيه بمدينه الدروا بموقع قياده الدرك المكي الدروا. احنا كنتضامنوا كاخوان جمعويين وحقوقيين وصحفيين بسميتي أبلوح العربي رئيس الهيئه المغربيه للشباب الملكي الصحراوي بمدينه الدروا يعني فرع الدروا، كنتضامنوا تضامنا تاما لا مشروط مع اخوان ديال الدرك، وكنستنكروا هاد الطريقه ديال البحث ديال الاخوان اللي قاموا به مع العناصر، وكنستنكروا انهم اليوم جاتنا الاخبار في الصباح انهم نزل عند الوكيل العام وجل لهم الجلسه حتى نهار 23 في الشهر 11 وراهم دابا في السجن ديال سطات. وفي الحق هاد الاخوان راه ما خصناش ناخذوا فيهم هذا الحق، انا هذه كلمه متواضعه كنعبر عليها على النفس ديالي، حيت هاد الناس هما اللي كيحميونا بالليل هما اللي كيسهروا علينا، والاجهزه الامنيه الوحيده اللي كتخدم تقريبا نقولوا 24 ساعه يعني فتره النوم قليله بزاف. هادو في عوض نشجعوهم وندير لهم الترقيه انهم نجازيوهم بهذه الطريقه ولا نديروا لهم البحث بهذه الطريقه، واللهم ان هذا منكر. انا كأبلوح العربي من هذا المنبر كنستنكر هذه المسائل هذه، واخا انا عندي الثقه التامه في القضاء المغربي، ولكن الحق اللي خصو يتخذ في هاد الاخوان انهم يترقاو. ومن هذا المنبر كنبلغ تعازينا للعائله ديال السيد اللي مات واجرهم الله في هذا السيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنضامنوا مع الدرك الملكي، هاد السيده جات للدرك الملكي قالت لهم بان خطفوا لي ولدي وطوا السياره ديالي، الطفل عنده 6 شهور، خرجوا معاه باش رجعوا لها الطوموبيل ديالها ونقضوا الطفل ديالها الرضيع. ملي خرجوا معاها هاد الناس هجموا عليهم بالسلاح، هما دافعوا على نفسهم، الدفاع على النفس ضروري دافعوا على نفسهم لان الناس هجموا عليهم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.